سؤال، كيف نقول ان الخطايا لا تتساوى في الدرجات والعقوبة، وفي نفس الوقت يقول الكتاب اجرة الخطية هي موت؟ ما هو موت موت، لكن بعد الموت هيحصل ايه؟ الكل بيموت، ولكن ليس موت اي واحد زي موت الثاني. مش بس في عملية الموت، لا، فيما بعد الموت. وان كان يقصد الكتاب اجرة الخطية هي موت، ويقصد الموت العذاب الابدي، فالعذاب الابدي ايضا على درجات. ولذلك السيد المسيح تكلم عن الامم التي رفضته، هل يكون لهذه المدينة حالة اكثر احتمالا مما للسدوم وعمور؟ اذا في حالة اكثر احتمالا من غير، لكن الكل موت. زي مثلا ثلاثة تلامذة سائطين، واحد سائط في علم واحد او بنسبة 40%، واحد سائط في علمين ثلاثة وبنسبة 30%، وواحد سائط في أبعد حدود السقوط، يعني وصل للهاوية بنسبة 0%. الكل ساقطين، لكن أو مثلا ثلاث عيانين، ده عيان وده عيان وده عيان، لكن في واحد عيان ودرجة شفائه كويسة، وفي واحد عيان وما فيش فايدة. فالخطايا لا تتساوى في الدرجات. يعني شوفوا المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق، يكون مستعد لنار جهنم. فهل اللي قال يا أحمق زي اللي قتل أخوه ولا ذبحه بسكين؟ مش معقول الكلام. والكل عقوبته موت، لكن درجة العذاب في الموت تختلف من واحد لواحد.